الأسبوع الماضي، وهرجع معاكم بنشرة سريعة خاصة بالانتقالات الشتوية. أول خبر كلاسيكو 2019 بين برشلونة وريال مدريد، وهو أول كلاسيكو في العام الجديد، والمباراة الأولى إن شاء الله هتكون يوم 6/2 يوم الأربعاء القادم الساعة 10 بتوقيت القاهرة، بعديها بأسبوعين لقاء العودة يوم 27/2 علشان تخلص لقاءات الكأس ونشوف مين المتأهل، وبعديهم على طول بأربع خمس أيام هتكون المواجهة الثانية في بطولة الدوري اللي هكون على ملعب سانتياغو برنابيو. يعني القدر هيخلينا نشوف ثلاث لقاءات لبرشلونة وريال مدريد في أقل من شهر. سيسي مديرا فنيا للسنغال حتى 2021، طبعا استقرار كبير جدا في السنغال، ومكملين مع مدير فني عارف يعمل إنجاز ويقود المنتخب السنغالي لإنجازات قوية جدا، سواء من خلال مشاركته في كأس العالم أو من خلال مشاركته في كأس الأمم الأفريقية. برشلونة يضم أميرسون ويعيره إلى ريال بيتيس لنهاية الموسم. أميرسون لاعب أتلتيكو مينيرو البرازيلي بيتعاقد مع برشلونة في آخر لحظات الميركاتو الشتوي، وهو بيلعب ظهير أيمن في نفس الوقت اللي بيعيره فيه لنهاية الموسم مع ريال بيتيس علشان يكتسب بعض الخبرات قبل ما يلعب مباشرة إلى نادي برشلونة. برشلونة يتعاقد مع الفرنسي توليبو ويرتدي قميص تشافي. توديبو منتقل من الدوري الفرنسي وهيلبس رقم 6 مع برشلونة. توديبو بيلعب في مركز قلب الدفاع، وهو المركز اللي دايما عليه بعض علامات الاستفهام في برشلونة، وأيضا هو كثير الإصابات، أي حد بيجي بيبقى حظ وحش جدا في المركز ده وبيتصاب وبيقعد فترة طويلة. آخرهم طبعا أمتيتي اللاعب الفرنسي المنتقل أيضا إلى صفو برشلونة من الدوري الفرنسي وخاصة مارسيليا. مارادونا: الفيفا عاملني مثل الكلاب. تصريح كالعادة من مارادونا اللي دايما بيثير الجدل والكلام، وكالعاده قال يعني لو اتكلمت هقول كل حاجه وهعيد وازيد في الفيفا بيعمله، وده مش غريب ابدا على مارادونا. رسميا كاجاوا الى بشكتاش. كاجاوا بينتقل من فريق بروسيا دورتموند على سبيل الاعاره الى بشكتاش والدوري التركي، ومغامره جديده في الدوري التركي. وايضا رسميا بيتر كراوتش ينضم الى بيرنلي قادما من ستوك سيتي، وكالعادة بيلبس رقم 15. بالمناسبة بيتر كراوتش زي ما حضراتكم أكيد عارفين أنه عنده 38 سنة، فبيعني بيعرف أنه هو يتعامل كويس جدا مع طول القامة اللي موجودة عنده والميزة اللي موجودة عنده في التعامل مع الكرات العرضية والرأسية، وده اللي محتاجه نادي بيرنلي في الفترة القادمة. ومارتسيال يمدد عقده مع مانشستر يونايتد ل 2024، الخطوه اللي اتاخرت كتير جدا بسبب وجود مورينيو، لكن بعد رحيل مورينيو وقدوم سولتشاير بيقدر ان هو يقنع اللاعب في البقاء مع الشياطين الحمر لحد 2024. ومانشستر يونايتد يرفض التجديد ليونج موسمين ويفرض شروطه. طبعا اشلي يونج واحد من اللعيبه اكيد المميزين مع برشلونه، لكن بعض جمهور مع مانشستر يونايتد اسف. اشلي يونج شروط مانشستر هو التعاقد معاه موسم واحد فقط لا غير، في نفس الوقت اليونج عايز يجدد لموسمين، وده اللي رفضه مانشستر يونايتد، ولسه هنشوف مين الرغبه اللي هتحسم الامر. هل رغبه اللاعب هتفرض شروطها، ولا النادي هو اللي هيفرض شروطه على اشلي يونج، ولا الطرفين ما يتفقوش في الاخر. كارتيرون يقود ميران الرجاء البيضاوي المغربي بعد ما تعاقد مع نادي الرجاء لنهاية الموسم، وزي ما حضراتكم شايفين ان اي مدير فني بيغادر النادي الاهلي يعني بيتم التعاقد معاه مباشرة في المحيط العربي والمنطقة العربية وشمال افريقيا. جريده بعد ما غادر النادي الاهلي رجاء المغربي ايضا تعاقد معاه بعديها بفتره بعد رحله في ايضا الخليج. وباتريس كارترون ايضا بعد رحيل جريدو نادي الرجاء المغربي بيتعاقد مع كارترون. طبعا جريدو يعني للاسف المرتين اللي مشي فيهم وتم اقالته مع النادي الاهلي بعد الكونفدراليه، وايضا مع الرجاء المغربي بعد الكونفدراليه، لكن كارتيرون بيستعد للسوبر الافريقي امام فريق الترجي التونسي في اولى مواجهاته اللي هتكون على لقب وعلى بطوله مع الفريق المغربي. كل التوفيق لمستر باتريس كارتيرون.
بوتراجينيو مشوقا للغايه مشاهده ثلاث مباريات كلاسيكو في شهر واحد، واحد من نجوم نادي ريال مدريد واللي طبعا الهدافين التاريخيين لنادي ريال مدريد. سولشاير انصح مارسيال بالسير على خطى رونالدو، اكيد واحد من الاساطير اللي لابد ان تكون مثل اعلى لكل لاعبي فريق مانشستر وهو كريستيانو رونالدو. لاعبو تشيلسي غاضبون على ساري، هنشوف هل يستمر مسلسل كومبينة لاعبي تشيلسي على المدربين في الفترات الأخيرة، ولا ساري بقوة شخصيته هيقدر أنه يفرض السيطرة بالكامل على غرف خلع الملابس. وتديبو في أول تصريح بعد انتقاله إلى نادي برشلونة أعلم أهمية قميص رقم 6 بالنسبة للكاتالوني. كافاني يحتفل بجائزة أفضل لاعب لاتيني لعام 2018. وأخيرا في الأخبار العالمية، NBA لبرون جيمز يقود ليكرز للفوز على كليبرز، لعشاق طبعا كرة السلة العالمية. أخبار محترفين المصريين ونشوف إيه اللي حصل معاهم في الأسبوع الماضي. محمد صلاح مرشحا لجائزة لاعب الشهر في ليفربول، وده أمر طبيعي جدا بالنسبة للاعبنا المصري. رسميا كريم حافظ يزامل تريزيجيه في قاسم باشا حتى نهاية الموسم، منتقلا من بشاكشير على سبيل الإعارة لنهاية الموسم. بشاكشير يوجه رسالة إلى كريم حافظ بعد انتقاله لفريق قاسم باشا، وقاسم باشا رفض عرضا جديدا من جلطة سراي لبيع تريزيجيه. وعمر وردة يساهم في تعادل أتروميتوس مع هيراكليوس بالدوري اليوناني. وأخيرا شيكابالا يفشل في العودة إلى مصر، وأبولون يتمسك باللاعب. سريعا هقول لحضراتكم بعض الانتقالات اللي تمت في الميركاتو الشتوي الأخير. نبدأ معكم في تشيلسي. تشيلسي أبرز التعاقدات اللي تمت، كريستيان بوليزيتش من بروسيا دورتموند، لكن ده هيتم التعاقد معاه رسميا بعد نهاية الموسم، لكن الصفقة كلفت نادي تشيلسي 58 مليون باوند. جونزالو هوجوين إعارة من ميلان إلى تشيلسي، وفابريجاس بينتقل من تشيلسي إلى موناكو، وفيكتور موزيس بينتقل على سبيل الإعارة إلى نادي فنربخشة التركي. نادي إنتر ميلان سيدريك سواريز بيتعاقد معاه على سبيل الإعارة من نادي ساوثهامبتون. أما إي سي ميلان بيتعاقد مع طبعا بياتيك المهاجم المنتقل من صفوف نادي جنوا بمبلغ 30 مليون باوند. برشلونة بيتعاقد مع أميرسون ويعيره إلى نادي ريال بيتيس، وبيتعاقد مع موريلو من فالنسيا على سبيل الإعارة، وبواتينج أيضا على سبيل الإعارة. واللعيبة اللي خرجوا من برشلونة هو باكو الكثير ومنير الحدادي. باكو الكثير مشي ب 22 مليون باوند إلى نادي بروسيا دورتموند، ومنير الحدادي بمليون باوند. ريال مدريد تعاقد مع إبراهيم دياز ب 15 مليون يورو، وتوتنهام هوتسبيرز نادي موسى دامبلي بيتعاقد مع نادي جوانزجو ليذهب إلى الدوري الصيني علشان يغامر في مغامرة من جديد في نوعها بالنسبة لموسى دامبلي. ده كانت كل الأخبار العالمية اللي موجودة معنا. هنروح لفاصل سريع وبعديها هنرجع نكمل مع حضراتكم، خليكم معنا.